تنقل من عمارة ثم عمارة ثم العمارة الأخيرة، ونزل عن طريق يعني نظام حبال أو خلافه إلى المكان، ثم بعملية التنقيب بأدوات خاصة به، وإلى حيث دخل إلى مكان اللي هو المحل. يعني احنا كنا يعني فاقدين الأمل من البضاعة ترجع، والحصل ده شيء إعجازي انه بالسرعه دي، وبقول لك يا بخت مصر بيهم يا بختنا احنا بيهم. يعني جزيل الشكر للناس دي، وبنقول لهم يعني من نجاح لنجاح، ودي الرساله بنقول لهم الشرطه، يعني الحمد لله اني رجعت لعافيتها ورجعت لقوتها، وان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله.